السلام عليكم everyone ان شاء الله تكونوا كويسين نزل الجدول الجديد بتاع الاي اس تي واكتشفنا ان محاولات السنه دي سنه 2024 هتكون شهر واحد ثلاثة خمسة سبعة عشرة و12 فاحنا عايزين نعمل فيديو صغير ندسكاس فيه التغيير ده وندسكاس فيه هل دلوقتي الناس بقى اللي داخلة تمتحن تمتحن امتى انهي شهر يكون مناسب ليك تمتحن فيه حسب انت بدأت تبريبير امتى طيب عايزين بس ننوه لحاجه مهمه جدا الطلبه اللي في جريد 12 دلوقتي ياخدوا بالهم ان اخر محاوله ليهم هتكون محاوله شهر 7 يعني بالنسبه لسنه 2024 محاوله اكتوبر محاوله ديسمبر دول مش تبعنا يا شباب تمام المحاولات اللي حضرتك دلوقتي كحد في جريد 12 تقدر تخشها في محاوله شهر 12 ديسمبر اللي هي الشهر الجاي ان شاء الله بعدين شهر 1 شهر 3 5 7 بس كده تمام يبقى عندك 12 1 3 5 7 عندك 5 chances تقدر تمتحن فيهم سواء اي اس تي 1 سواء اي اس تي 2 طيب عايزين نحط بلان مع بعض كده اقول لكم ماي اون بيرسونال اوبينيون حضرتك تبدا تخش محاولات امتى مبدئيا الناس اللي بالفعل بدات يعني احنا ممكن نكاتيجورايز الناس لثلاث انواع في ناس بداوا شهر 8 او قبل كده في ناس بداوا شهر 9 و10 وفي ناس اللي هي لسه بتبدا دلوقتي شهر 11 فتعالوا نقول كده بالنسبة للجريد 12 انا رأيي يخشوا فين يعني كل واحد من دول يخش ايه اولا اللي خلاص ده اللي بدا شهر 8 ده يقدر يخش اي ترايل من بتوع جريد من بتوع سنه 2024 وهو مطمن يعني عايز يخش شهر واحد ده الحمد لله بقاله فتره بي بريبير ويل يقدر يخش شهر واحد بقلب جامد ان شاء الله والترايلز اللي بعدها طيب لو انا واحد بي بدا في شهر 9 نفس الكلام على شهر واحد يبقى بقى لك أربع شهور فابدأ خش ترايلز من شهر واحد وانت ما عندكش مشاكل فاللي بدأ في شهر 8 اللي بدأ في شهر 9 ده ما يخافش ده عنده يعني وقت enough. يعني ممكن نقول كويس كافي ان هو يبدأ احنا في العادة بنحب انك انت تبريبير من 3 ل شهور قبل ما تخش اول ترايل يبقى عشان نسامرايز كده اللي بدأ شهر تمانية اللي بدأ شهر تسعة يعني دول مفيش اي خوف دول يبقوا مطمنين وهم داخلين ان ان شاء الله ان شاء الله يكونوا لو دخل حد منهم شهر يناير يكون prepared well enough بإذن الله طيب انا واحد بدا يحضر شهر عشرة هل اقدر اخش شهر واحد واجيب درجه كويسه هكون صريح معاك هتقدر تخش اه تقدر تخش يعني هتكون خلصت المنهج سواء كنت بتاخد مع اي تيتشر يعني طالما انت بادئ في اول عشرة على شهر واحد هتكون خلصت المنهج بس مش هتكون حليت كتير فهتخش شهر واحد خش يا باشا بس اعمل حسابك ان ده مش هتكون يعني بيرفكتلي بريبيرد فلو انت تقدر تخش وتجرب خش شهر واحد وجرب طب لو انا من الناس اللي مش هيقدر يخش ترايلز كتير انا من اول السنه عارف ان وضعي المادي ما يسمحليش اخش غير محاولتين مثلا او كده لو مكانك مش هخش شهر واحد هاجل تمام يبقى تو سامرايز لنا لحد دلوقتي حضرتك بدات تحضر في شهر 8 شهر 9 او قبل كده خش يا باشا شهر واحد وانت مطمن ان شاء الله حضرتك بدات في شهر 10 ممكن تخش واحد بس اعمل حسابك انك مش هتجيب احسن سكور possible طيب انا واحد داخل شهر انا واحد بدأ في شهر 11 يعني بدأت كده تحضير بسم الله دلوقتي اوعى تفكر خالص في شهر 12 في شهر واحد اوعى تخش في ترايلز دي ابدا انت مش مستعد دلوقتي اقعد حضر كويس جدا لو حجزت الواحدة منهم اعرف انك داخل تجرب جو الامتحان لكن ما تعملش حسابك ابدا كحد بدا في شهر 11 متاخر شويه انه هيبقى مستعد في شهر واحد تمام نشن على شهر 3 اوكي طبعا كل بقى اي حد قبل 11 يعني شهر آه, 8 9 10 خش شهر 3 دي وانت مرتاح تماما خالص يعني اي حد سواء مهما بدا طالما ولسه هيبدا دلوقتي يقدر يلحق محاوله شهر 3 عادي خالص تمام لكن شهر 1 آه, لو انت في شهر لو انت بدات في اوجست بدات في سبتمبر يعني 8 و9 يعني هتلحقهم هتلحق شهر 1 مستريح انت بدات في 10 هتبدا هتلحق شهر 1 بس نص نص انما بعد كده انت بدات في 11 اوعى 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 تفكر دلوقتي خالص انك انت تخش محاوله شهر واحد. اعمل حسابك ان اول محاوله ليك شهر ثلاثه ان شاء الله. اه هنعمل فيديو تاني ان شاء الله نتكلم فيه على اصلا ايه انا, انا ايه رايي كبلان جديده بقى لسنه 2024 تعمل ايه؟ وكلامي هنا بشكل اساسي كان اه للناس اللي في جريد 12 هنعمل ان شاء الله اذر فيديوز نتكلم الناس اللي في جريد 11 تبقى ايه البلان بتاعتها ان شاء الله. الناس اللي في جريد 10 تبقى ايه البلان بتاعتها ان شاء الله. لكن until then أتمنى يا أنكم تكونوا يعني استفدتوا و uh, I'll see you later, إن شاء الله السلام عليكم